There is Nissan, start to this gate from Summer Bakhtiar Circle ومن نقطة الأردن نرسم دائرة بقطر 40 ومن ثم اختيار Finish Sketch وباستخدام أمر Exit Route يتم لصق الدائرة بمسافة 13 ونختار Face New Sketch ومن ثم رسم دائرة بقطر 32 Finish Sketch ويتم اختيار Exit Route للدائرة الداخلية ويتم لصقها إلى الداخل بمسافة الأو أوكي باستخدام الزوم نختار New Sketch على الوجه ومن ثم نختار Line يتم رسمه على التعيين على شكل حواف الستاند ومن ثم باستخدام الدايمنشن يتم اختيار الخط الصفري بمسافة 84 والخط ما بين السنتر والخط العمودي نختاره بمسافة 90 باستخدام الزوم للتقريب الشكل ومن ثم باستخدام أمر الكونسنتريت العمودي يتم توسيطه بعد ما توسط الشكل نتأكد من التانجنت ما بين الخط والدوائر وأيضا الخط الثاني مع الدائرة نختار Finish Sketch وباستخدام الزوم نختار أمر الإكسيت رود لبثق الشكل ويكون اتجاه البثق للداخل بمسافة 10 ومن ثم الموافقة على الأمر نحاول أن ندور الشكل لجهة الجانب الآخر ومن ثم نختار الفيس ننهي الأمر بسكيب نختار النيو سكيتش ونختار الريكتانجل بمسافة 84 في 10 استخدام ومن ثم Finish Sketch ونختار أمر Exit Route للجزء المربع إلى الداخل بمسافة 50 تم بثق الشكل إلى جهة الخارج ومن ثم تدوير الشكل باستخدام الهول يتم اختيار نوع الهول لينير ومن ثم نختار الفيس يتم تحديد نقطة الهول ونختار نوع الهول ونصف القطر 10 ومن ثم تحديد الاتجاهات إلى من هذه المسافة مسافة 12 ومن هذه المسافة الأخرى الاتجاه الثاني إلى 12 تم تثبيت الهول الأول وأيضا يتم تثبيت الهول الثاني أيضا باستخدام نقطة على السطح ومن ثم تحديد نقطة السطح وتحديد الاتجاهات مع عشرين جهة ومن الثاني أيضا 12 ومن ثم Apply و OK تم تنفيذ الهول الموجود في الشكل نختار من البلين نختار البلين التي توسط الشكل لرسم الريد ومن ثم اختيار الخط الوسط المنتصف وتحديد سمكة نحدد الوسط ونحدد المسافة 10
ومثل ما إذا كان كله أو شيء نختار كامل، ومن ثم نختار الأوكي. تم رسم الوتر، وبتدوير الحواس اللي موجودة في أسفل الستاند تم تدويرها بنصف قطر خمسة، ويتم رسم الزبورتي يتم إخفاء الشبكة أو الكرين، يتم إخفاء الكرين. هذا الشكل اللي ظهر لنا. يتم أيضا استخدام مثل تحديد المعدن، يتم تحديد المعدن المطلوب لهذا الإستاذ. بعد تحديده يتم خزن هذه الصورة تم اختيار هذا الشكل هذا الشكل اللي يتم الحصول عليه. استخدام أمر الفلت يتم تحديد الحواف الداخلية للشكل لنصف قطر خمسة، الحافة الأولى والحافة الثانية، وأيضا من الجهة الثانية الحافات. ندور الشكل حتى نختار الحافة الأخرى، ومثل ما طلع أوكي تم تنفيذ الفلت. أيضا تغيير الشكل والحصول على الفلت في هذا الجزء. وأيضا أضع فلت في هذا الجزء، ومن ثم تدوير الشكل الحصول على الجزء المقابل له. أيضا تم اختياره وفلت بمقدار خمسة وتنفيذه على الشكل. حصلنا على الشكل النهائي للستاند المطلوب في هذه الصورة.